يقول رضي الله عنه: ما السماوات السبع، السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحد. الله أكبر. هنا أيها الأحبة، ما معنى الخردلة؟ حبة السمسم، كحبة السمسم. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله كخردلة في يد أحد، فكيف الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أقبل حبر من اليهود، يبغى يتفلسف على رسول الله، قال: يا محمد، إنا نجد في كتبنا أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. قال ابن مسعود: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.